الصبر مقامه عظيم، ولهذا ورد ذكره في القرآن في أكثر من 70 موضعا. قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا دين له. فالصبر أمره عظيم، ولهذا تكرر في القرآن، وأخبر الله جل وعلا أنه مع الصابرين معية خاصة. والصبر هو حبس النفس، الصبر في اللغة هو الحبس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي اجلس معهم، اجلس مع هؤلاء، وصبر نفسك على الجلوس معهم واحبسها معهم. وهو في الشرع كف اللسان عن التشكي، وكف اليد عن لطم الخدود وشق الجيوب، وكف اللسان أيضا عن دعوى الجاهلية. هذا هو الصبر، والصبر يكون عند المصائب وعلى المشاق، يكون عند المصائب. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويكون على مشاق العبادات من قيام الليل وصيام النهار والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. مع الصلاة قال جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر.